لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، المجلس الأوروبي: بغداد بحاجة لإعادة صياغة علاقاتها مع طهران وواشنطن. في صحيفة الزمان، ترشيح شواني لحقيبة العدل واستمرار الجدل بشأن الخارجية. في صحيفة العربية الجديد، العراق: نذر خلاف جديد حول الهيئات المستقلة. في القدس العربي، النفط يتراجع في ظل مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا. في موقع عربي 21، خبير البيت الأبيض يحذر من التسرع بإنهاء إغلاقات كورونا. في الشرق الأوسط، شفاء معمرة إسبانية تبلغ 113 عاماً من كورونا. وفي العرب اللندنية، الرياض تؤكد التزامها بدعم استقرار أسواق النفط العالمية. السلام عليكم. في 3 أيام فقط حدثت أمور تعد خطيرة جدا ومثيرة بحكم وضع العراق المتشابك المتطاحن بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. هذه الأمور كانت في اعتبارات أصحاب الأحزاب وحساباتهم واعتباراتهم، وبحكم سطوتهم ونفوذهم المهيمن على الدولة ومؤسساتها من الكبائر، ومحرم على أي مسؤول ليس فقط تنفيذها بل مجرد التفكير فيها، وذلك مثلا بالترويج لفكرة إعادة ترسيخ مهنية الجيش وتنظيف الجيش والقوات المسلحة من المضافين بالدمج. قادة النظام الإيراني ووكلاءهم العراقيين لا يريدون أن يواصل الكاظمي سياسة ملاطفة الشارع الشعبي المنتفض، سواء كان جادا أو فقط راغبا في تهدئة خواطر الجماهير وإنهاء حالة التظاهر والاحتجاج، وذلك لأن الاستمرار في هذه السياسة قد يبعده عنهم شيئا فشيئا، وقد يستلطف مظهره الشعبي المناهض لسلطة الأحزاب الكبيرة، وقد يجعله أقرب إلى شخصية القائد الوطني المستقل والمستقوي بتأييد الجماهير، وهذا وحده كاف لأن يشعل حربا أهلية مصيرية شاملة في جميع محافظات العراق هم ليسوا قادرين على خوضها الآن ولا على تحمل نتائجها الكارثية المؤكدة، خصوصا وأن راعيتهم وحاميتهم إيران غارقة في مشاكلها ومصاعبها الكثيرة التي تمنعها من دعمهم فيها. ومن هنا بدأ الإرباك يحاصر الفاسدين الخائفين من ساعة الحساب. هذا هو جوهر الصراع اليوم بين الشعب العراقي وبين نظام كامل قائم على الفساد والانتهازية والأمية والعمالة للأجنبي، وهذا أيضا هو سر السباق الحامي بين المتسابقين من أجل احتواء الكاظمي ومنعه من الانحياز إلى أي من طرفي هذه المعركة التي لا مهرب منها ولا مآب. الإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين وتعويض أسر شهدائهم وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في حوادث الاغتيال والاعتداء التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء، ومنع السياسيين من التدخل في الشؤون العسكرية والأمنية، ثم منع البنك المركزي من الاستمرار في مزادات العملة وتجريد الميليشيات من سلاحها، وإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء، مطالب يجب أن تتحقق فوراً. يقول الكاتب عون القلمشي: البعض يريد تسويق الكاظمي بين الناس عموما وثوار تشرين خصوصا على أمل إقناعهم بالتخلي عن الثورة والعودة إلى بيوتهم وانتظار تلبية مطالبهم على يد القادم الجديد، وهذا ما يفسر الإعلانات السريعة بتأييد الكاظمي مثل فرنسا وبريطانيا، حيث تخشى هذه الدول انتصار الثورة العراقية بالقدر نفسه الذي تخشاه أمريكا وإيران. لندع الكاظمي يمارس الهواية نفسها التي مارسها أسلافه، وندع المروجين له يعيشون أوهامهم، ونسلط الضوء على مواضعات منصب رئاسة الحكومة الذي يشغله اليوم الكاظمي لتحديد قوته أو ضعفه.
فالوقائع تشير بما لا يقبل الشك أو التأويل أن ما يحدد قوة رئيس الحكومة الفاسد مقدار ما يناله من دعم وإسناد من عناوين كلها فاسدة كالحكومة والبرلمان والقضاء والهيئات المستقلة. وتوضيحا لذلك نشير لنموذج عنه في نور المالكي، فوفق آلية العملية السياسية المدججة بالميليشيات والطائفية والعمالة، كان المالكي رئيس وزراء قوي لا لشيء إلا لأنه كان شيخ الفاسدين والطائفيين والقتلة وسراق المال العام، ونموذجا للعميل الذي يخدم احتلالين في آن واحد، في حين لم يتمكن حيدر العبادي من الاحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية لمجرد إطلاق وعود بمحاربة الفساد. والكاظمي كما هو معروف ابن العملية السياسية الفاسدة والفتى المدلل لدى المحتل الأمريكي والإيراني على حد سواء. والكاظمي لم ينل ثقة البرلمان بجهوده أو لأنه وطني غيور أو بسبب برنامجه الوزاري أو كابينته الحكومية التي لم يأتي بمثلها الأوائل، وإنما حصل عليها بأمر أمريكي وبرضا إيراني. وكلا البلدين يقف ضد أي عملية إصلاح جدي تحصل في العراق، بل أن كليهما يعمل على تدمير العراق دولة ومجتمعا. وهذا يعني بأن أي تصور أو تفكير من قبل أي جهة كانت وخاصة من الثوار بإمكانية قيام حكومة الكاظمي بإصلاحات جدية هو ضرب من الخيال، خاصة إذا تعلق الأمر بإنهاء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. هذه المسرحية البائسة والمرافعة التي تنطوي على تناقضات تفضح زيفها الوقائع والأحداث، فمصطفى الكاظمي بأفعاله هذه وبالطريقة الاستعراضية التي اختارها لم يأتي بجديد على الإطلاق، خاصة بإطلاق العهود حول تخليص البلاد من الفاسدين وتقديم السراق والمجرمين إلى المحاكم وبناء دولة مدنية قوية. فقد قام الكاظمي بنفس المسرحية البائسة والهزيلة. بعد أكثر من 5 أشهر من حكومة تسري الأعمال وفشل مكلفين اثنين بتشكيل الحكومة، أخيرا نصب رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي الذي تواجه حكومته مهمة صعبة في تحقيق الاستقرار لبلد يمر بمرحلة حرجة، ولحماية العراق من أي توترات بين الولايات المتحدة وإيران بحسب تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي نشرته صحيفة المدى. هناك 5 تحديات مهمة ستتعامل معها حكومة الكاظمي تحدد مصير العراق على المدى القصير. التحدي الأول هو الاقتصاد والأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على تأمين توفير مرتبات ملايين من المتقاعدين والموظفين في القطاع العام. التحدي الثاني يتمثل بعودة تهديدات تنظيم داعش، حيث قام مسلحو التنظيم بتنفيذ هجمات في عدة محافظات كانت تحت سيطرته خلال العام 2014، ويشكل ذلك تحديا يوميا تواجهه القوى الأمنية في وقت تقلص فيه تواجد قوات التحالف الدولي في البلاد. ثالثا، سيتطلب من العراق أن يوازن تعامل منظومته الصحية مع فيروس كورونا بحذر مقابل احتياجاته الاقتصادية، لأن شريحة واسعة من السكان تعتمد على مدخولها اليومي لتلبية احتياجاتها المعيشية. رابعا، على الحكومة أن تستعيد بعض الثقة من المحتجين من خلال إعادة تأكيد سيطرتها على أداء القوى الأمنية ومحاسبة المتورطين باعتداءات وسوء معاملة ضدهم. أخيرا، تحتاج الحكومة إلى أن تعيد ترتيب علاقاتها مع كل من طهران وواشنطن بطريقة بحيث تحافظ فيها على سيادة العراق وتسمح للحكومة الاتحادية بإعادة فرض سيطرتها على مؤسساتها الأمنية. الكاظمي ليس لديه حزب أو كتلة في البرلمان يستند إليهم، وكونه مرشحا توافقيا فإنه بحاجة إلى أن يكسب رضا جميع الكتل السياسية تقريبا ليبقى في هذا المنصب. هذا بالذات يجعل سعيه للخوض في إصلاحات مهمة صعبة، لأنه يحتاج لتصويتات من أحزاب وكتل ستكون داعمة له فقط عندما لا يتضررون من إجراءاته.
الفلسطيني الشرير والإسرائيلي العادي، جريمة دعايات التطبيع الجديد في الدراما العربية، مقال للكاتب ساري عرابي في صحيفة عربي 21. وجاء فيه: فالنظر إلى المحتل الإسرائيلي من جهة ديانته فحسب هو مسلك مروجي التطبيع الآن، وهذا القدر من النظر لا يخلو من العداء السامية، لأنه يقارب المعتدي من زاوية يهوديته فحسب لا من زاوية سياسية، حتى لو كانت الغاية التطبيع معه وخدمة أهدافه الاستعمارية. تنطوي الأعمال الممهدة للتطبيع على تناقض أساسي هذه الأيام في كيفية تصويرها لأطراف الصراع المباشرة، وذلك لأنها لا تتوسل التطبيع بالمنطق السياسي فحسب، أي ترويج للمصلحة المزعوم ترتبها على التطبيع، بل بمنطق دعائي دوغمائي ينفي على الفلسطيني عاديته الإنسانية. فهو وبالرغم من انتمائه للجنس البشري ليس بشرا عاديا، وإنما بشر محكوم بنزعات مرذولة طوال الوقت وعلى مر تاريخه وحيثما كان. وعلى الضد منه الإسرائيلي الذي هو إنسان مفرط في عاديته الإنسانية بما يمنع تنميطه وحشره في قوالب جامدة. هذه الآلية بقدر ما هي ظاهرة في عدوانيتها وتعمدها الحط من الفلسطيني وتكوين موقف عنصري منه، هي في الوقت نفسه لا سامية معادية لليهود بقدر ما أرادت العكس، وهذا تناقض من زاوية أخرى. إشكالية هذه المقاربة الدعائية في كونها تتوسل التطبيع مع محتل معتد من زاوية دينية تقول من جهة إن الإسلام لا يمنع من التعاون مع اليهودي ولا التصالح معه، ومن جهة أخرى تقول إن اليهودي ليس شريرا في ذاته ولا بطبعه، بل هو كالبشر فيه ما فيهم، وذلك في حين أن الحركة المناهضة للتطبيع لا ترجع إلى هذه الحيثيات أبدا، بل إلى صراع واضحة عناصره بين المعتدي والمعتدى عليه، بما لن يغير من حقائق هذا الصراع لو كانت ديانة المعتدي مختلفة أو ارتكزت دعايته الاستعمارية لمزاعم مختلفة عن دعاية المعتدي الصهيوني. يكشف هذا المسلك ضعف الموقف السياسي والأخلاقي لدعاة التطبيع العرب، وأيضا خاصة الدعاة الجدد، والذي يتكثف عملهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو بواسطة كتاب صحافة مستأجرين، وأخيرا في الأعمال الدرامية الخليجية. وهذا الضعف في موقف دعاة التطبيع راجع إلى قوة القضية الفلسطينية ووضوح عدالتها، فيلجأ المطبعون إلى المغالطة بقصر الرؤية على الزاوية الدينية التي هي ليست المشكلة. دول المغرب من قال إنها لن تتوحد، عنوان مقال للكاتب التونسي نزار بولحية. إن عدنا إلى الخلف فيبدو أن العهد الذي كان فيه توحيد الشمال الإفريقي مطلبا واقعيا وطبيعيا للقوى الوطنية التي ناضلت في تونس والجزائر والمغرب مع بعضها بعضا لطرد المستعمر الفرنسي صار الآن بعيدا، فالواقع المغاربي بات على النقيض من ذلك العهد تماما. ربما لم يعد مطروحا منذ وقت طويل، ومع تعاظم الخوف من تفكك بعض الدول المغاربية وتفاقم المشاكل وحتى العداوات بينها، أن يتصور أحد أن مسألة توحيد تلك الكيانات أو التقريب بينها لن تكون مستعصية أو مستحيلة. وقد يبدو الأمر عجيبا بعض الشيء، لكن من قال إن عدم اتحاد تلك الدول حتى الآن كان شرا محضا؟ ألم تفشل كل المحاولات الاتحادية في السابق لأنها كانت مبنية على أسس هشة ومخشوشة؟ ثم أليست هناك ثلاثة أسباب كبرى حالت دون ذلك، وهي بقاء معضلة الصحراء معلقة منذ أكثر من 40 عاما، ثم سقوط ليبيا في حرب أهلية بالوكالة جعلتها تقسم فعليا إلى ثلاثة أجزاء، وأخيرا عدم استعداد الأنظمة السياسية بذل أي مسعى للوصول لذلك الهدف؟ لكن ألم يكن المشكل في الأصل هو في تلك الحدود الاستعمارية الموروثة؟ ربما سيقول البعض إن إثارة تلك المسألة يعني صب الزيت على النار والمس بالاستقرار الإقليمي وهز الكيانات وربما فتح الباب لاضطرابات وثورات وجر الجميع إلى الهاوية. الوحدة المغاربية ستظل رهينة عناصر أهمها التخلص من مخلفات الاستعمار وتصفية النفوس واستعداد الجميع للتنازل لبعضهم بعضا.
ما الذي جعل قبل ذلك المغربي يصير مغربيا والتونسي تونسيا والجزائري جزائريا لا غير؟ أليس الاستعمار من رسم كل تلك الإحداثيات والفوارق والخطوط العبثية التي صارت حدودا قاطعة وحاسمة تفصل بين بعضهم بعضا وتعيق وحدتهم واندماجهم؟ نشر صحيفة نويه زيورشر الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن اتجاه الولايات المتحدة والصين إلى خطر الحرب، مشيرة إلى التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما ستكون عليه العلاقات الدولية خارج المنطقة في السنوات المقبلة. المواجهة بين الولايات المتحدة والصين ليست وحدها موضع التساؤل، إذ أن شكل التنافس الاستراتيجي هو أيضا محل شك. في الواقع يرى العديد من صناع القرار السياسيين والاقتصاديين أن النزاع العسكري مستبعد، غير أن بقاء الصراع بين الولايات المتحدة والصين بعيدا عن عتبة الحرب بصفة دائمة وهو قرار يظل مفتوحا. إن استمرار احتمال وقوع حرب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يعزى إلى التحولات الهيكلية في السلطة فحسب، بل أيضا إلى القرارات السياسية الملموسة، وفي حين أن التغييرات في السلطة ترجع أساسا إلى التطور الاقتصادي الصيني السريع على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن القرارات السياسية تتأثر بصناع القرار ومصالحهم والعوامل السياسية المحلية. إن دراسة جميع هذه العوامل سيوضح أسباب توجه الولايات المتحدة والصين حاليا لنحو مرحلة أكثر إثارة للجدل في علاقتهما. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواجه عقدا حاسما، واليوم يصطدم النظامان الأمريكي والصيني بالفعل في هذه المنطقة بدلا من العمل على ضمان الاستقرار لصالح الاقتصاد العالمي. هذا التصادم لا يمثل البداية المؤكدة لمعركة إزالة الهيمنة على نطاق عالمي، ولكن التطورات في آسيا والمحيط الهادئ ستشكل طابع العلاقات الدولية خارج المنطقة في السنوات المقبلة، وسوف تتأثر أوروبا أيضا. أظهرت مقاطع مصورة عبر كاميرا المراقبة في سجن شمالي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من السجناء في قسمين منفصلين، وهم يسيرون قرب حاويات من الماء ويتناوبون على التنفس داخل قناع واحد وفق ما نقلت لوس أنجلوس تايمز. وقال الشرطي الأمريكي أليكس فيلادونوفيا إن هذه الممارسة كانت جزءا من محاولة نشر فيروس كورونا في السجن الشهر الماضي، وبالفعل أدى ذلك إلى إصابة 30 سجينا بالفيروس. وأضاف من المحزن أن يقوم أشخاص بتعريض أنفسهم عمدا للفيروس، إذ كانوا يظنون أنه في حال تفشي الوباء في السجن سنضطر لإطلاق سراحهم جميعا، وهو ما لم ولن يحدث. وبحسب الصحيفة الأمريكية من غير الواضح كيف دخل المرض إلى القسمين، حيث تم تصوير مقاطع الفيديو، وما إذا كان سجناء يعرفون أن شخصا ما بينهم كان مريضا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.